بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشتغل مع الأريز مع الفونز اللي هي سميناها أبديت فونز، ليها شغلانة كده عايزين نظبطها. هقول لكم إيه. أول حاجة أنا عاوز يطلع له كل لاين، يعني مثلا لو الراجل مسجل 3 تليفونات فيطلع له رقم التليفون الأول ويقول له عايز تعدله عدله، صح؟ أو يفضل الذي، تمام كده؟ فأنا هعملها إزاي دي؟ فأقول له فور اول حاجه كده، او انا ممكن اعرف في الاول نيو فونز دي الايه الليسته بتاعتي اللي انا المفروض اوصل لها في الاخر، اللي هي الجديده بقى اللي هي محصله تعديلاته. فاقول فور فون ان الفونز اللي هو باعتها از اي بارامترز فوق فونز اللي انت جايبها لي، تمام. همشي فون فون فيها، هاخد من اليوزر فون جديد فهقول له ان فون الفون الجديد، انا مش عايز احطه في الفون على طول عشان ده ممكن يكون ان هو عايز يمسح او عايز يوقف. فانا اقول له ان الان فون ده بيساوي هعمل انبوت، والانبوت بتاعي هقول له فون نمبر وممكن افتح قوس وبعديها احط له رقم التليفون، اللي هو رقم التليفون هيجي منين اللي هو الفاريبل اللي اسمه فون، تمام، عشان يشوف. واقفل القوس كده، تمام، حلو جدا. اور رايت ديل، او هتكتب كلمه ديل، طبعا هحطها له ما بين ايه كده عشان ياخد باله، كلمة دل، أو يكتب كلمة دل عشان نشيله. to remove this number، تمام كده. يبقى أنا عندي ده الرقم، هو الوقت دخل بيعدل الأرقام القديمة، ده رقم التليفون، فهو يبقى يعني يا إما هيدوس إنتر فيبقى نفس الرقم، أو يكتب كلمة دل أنا عايز الرقم ده يتشال، الرقم ده مبقاش بتاعه، تمام. فانا معايا كلمه دل تيجي يا اما رقم التليفون ذات نفسه، تمام كده، حلو. طب لو ما دخلش الرقم يعني ساب الموضوع فاضي وداس انتر، يبقى اور الفون ذات نفسه، تمام. الفون ايه هو؟ الفون ذات نفسه اللي هو لسه داخل دلوقتي، اللي هو الفون ده اللي هو الاصل القديم، عشان لو داس انتر يبقى ياخد ده، لو يعني عمل امبتي نان يبقى خد الايه الفون، كتب رقم اخدنا رقم، كتب دل يبقى الرقم ده هو مش عايزه اصلا من اساسه، تمام كده. يبقى في حالتين، ان هو يدخل الرقم الجديد او الرقم القديم، ده كده بالنسبه لي انا ايه، انا ما عنديش مشكله ان هو يدخل ده، اللي بقى هي دي اللي ايه اللي عايزين نعمل لها شغلانتها. فانا اقول له اف الان فون ده لو كان بيساوي كلمه دل، معناه ان اليوزر عايز يحذف الرقم ده في حد ذاته، تمام. يبقى انا عايز احذف، او انا همشي بالعكس اقول له لو كان لا يساوي دل، لو مش دل خلاص ضيف في النيو فونز الان فون الجديد ده، ضيفه في الان في النيو فونز، سواء كان الرقم هو جنبه جديد او الرقم القديم مش فارقه معايا، بس المهم ضيفه في الان في النيو فونز ده لو كان لا يساوي دل. اما لو كان بيساوي دل هو عايز يحذفه من الجديده، فانا مش هعمل حاجه، مش هضيفه اصلا، بس هي دي القضيه. فاقول له نيو فونز دوت ابند انه الفون الجديد الان فون، في حاله ان هو مش دل، في حاله ان هو مش ايه مش دل. طيب بالطريقه دي لغايه نهايه الفور دي هبقى عديت على مثلا لو هو مسجل الارقام، سالته على الاولاني عدله عدله، سالته على الثاني قال سيبه زي ما هو سيبته زي ما هو، سالته على الثالث قال دل ام حاسب، وبقى معايا نيو فونز دي فيها كل الارقام، بس كده اقفل. ما ينفعش ما ينفعش، افترضنا عايز اضيف له ارقام تليفونات غير الثلاثه دول، عايز اضيف له ارقام تليفونات غير الثلاثه دول، فانا لازم اقول له ايه وايل، وايل اعمل ترو عشان طبعا هلف كام لفه انا ما اعرفش عشان اضيف تليفونات جديده، تمام. واقول له فون وده بيساوي انبوت، هقول له في انتر نيو فون نمبر اور، خلاص اور نو زي ما كنا كاتبين قبل كده اور نو تو اكزيت، وخلاص تو اكزيت، تمام. انتر نيو فون نمبر او ايه ده عشان تعمل اكزيت، حط اسكول كده عشان تظبط الاداء، تعالى انبوت ماشي. يبقى انتر نيو فون نمبر او نو تو اكزيت، المفروض ادخل رقم تليفون جديد، يا اما شايل كلمه رقم تليفون جديد يا اما شايل كلمه نو، مفيش احتمال ثالث زي اللي فوق، كان في عندي فوق ان انا ادخل رقم تليفون القديم، التليفون الجديد دل، هنا لا، يا دخل رقم يا نو. فاقول له اف
ان الفون اللي لسه داخل ده لو كان بيساوي نو يبقى انا المفروض اوقف اللوب بس في الحاله دي، اقول له بريك. تمام كمل يعني ما عملش بريك يبقى خلاص كده بالنسبه لي يتضاف، فهقول له ساعتها هقول له نيو فونز. طبعا هيعمل بريك من الوايل مش من مش بتاع كلها. نيو فونز هقول له ابنت، ضيف لي مين الفون طالما ما هواش نو، طالما ما هواش ايه، طالما ما هواش نو. خلاصه الكلام كده بديت هيشتغل بقى ابند جديد. خلاصه الاول بعد الفورين هيبقى معايا النيو فونز الجديده، فهقول له ريتير النيو فونز بقى اللي انت اوريدي حته مهمه بتاعت اللعبه على الاري دي جوه الجيسون. في حته في الحاله دي بقى هقول له خلاص كده انت بتريتيرن بقى الفونز الجديده تحطها جوه الفونز. بينا نجرب يعني القصه دي. فانا هقول له احنا عايزين نعمل كل الابديت، ينادي على الابديت خلينا تستها، تقول بسم الله كده رن، تقول لنا اشتغل رقم اتنين ماشي فيرست نيم. في عندي كده مشكله ما طبعليش الفيرست نيم القديم عشان افتكر، يبقى كده احنا كده في شنك. طيب انا محتاج ان انا اطبع الفيرست نيم القديم، ده انا محتاجه انتر فيرست نيم، وعايز اعمل كده افتح قوس دبل كوتيشن زائد زائد دبل كوتيشن واطبع هنا الفيرست نيم القديم، وكذلك هنا في اللاست نيم افتح قوس ودبل كوتيشن زائد زائد دبل في القوس واحط اللاست نيم، وكذلك الديبارتمنت اي دي عشان يظهر له القديم، افتح كوز دبل كوتيشن زائد زائد دبل كوتيشن افتح الكوز واحط له هنا الاي اي دي او الديبارتمنت اسف. الفونز بتاعي ظبطناها، تعالى نعيد الريكوست بتاعنا تاني بعد ما ظبطنا كده نيم بلاي اي دي رقم اتنين. خلاص قال لي ميسر مع ان مش مظبوطة قوي، المفروض كان يقول لي فيرست نيم ويسر ونسينا نقفل الايه الكوس، لكننا عملناها يعني ماشي. قلت له ماشي ويسر خلاص سيبه زي ما هو عادل، بس نيم سيبه زي ما هو. قسم رقم واحد تقول له ده قسم رقم اتنين. فون نمبر تلاحظوا ان الرقم اللي كان زيرو كله وحيد ده خليه يسيبه زي ما هو، ادي اول حاله. الحاله الثانيه ان انا اعدل ده اللي هو 0 10 10 10 10 10 ده خليه 0 10 20 20 20 20 مثلا كده، عملت تعديل. الثالث اللي هو 0 12 قلت له ده دلت انا مش عايزه خالص اصلا يعني ريموف، يبقى كده عملت كل الاشكال. تمام خليت اللي هو الوحيد وغيرت اللي هو عشرات خليته عشرينات و 0 12 حذفته خالص. قال لي طب انت عايز نيو انتر نيو فون نمبر، قلت له طب انا هضيف تليفون جديد 0 15 15 15 15 15 عايز واحد تاني جديد، قلت له ماله نجرب عشان نبقى جربنا كل الاعمال يعني. قلت له خلينا في 0 17 ده جميل 17 لوت كله تمام. واحد كمان قلت له لا نو بس كفايه ماشي. قال لي انا ضربت في الفيرست نيم، قلت له حقك صح مش هينفع اصلا الفيرست نيم وانت بتكون الداتا صح، المفروض اتكون الداتا دي الواحد قبليه هنا اللي هو الامب اندرسكور نيم، وهنا نفس الفكره لازم يجي كده عشان دول ايه من اوبجكت، مش هنضطر نعيد تاني يا موسى الحلم. بسم الله رقم اتنين ميسر تمام عادل تمام قسم خلينا اتنين 0 11 هنسيبه 0 10 ونغيره 0 10 20 20 20 20 20 ده قلنا هنرموفه هنعمله ديل. هندخل رقم تليفون تاني نضرب 0 15 15 15 15 ورقم تاني 0 17 17 17 17 17 وقلت له نو
قال لي رميت لك البيانات. قلت له اطلع اشوفها على الداتابيز مباشرة، لقيت اهو على طول ميسر عادل اهو، بس القسم بتاعه بقى رقم 2 فعلا. ارقام التليفون بقى عندي 15 وعندي 17، وعدل 011 بقى صح، و020 20 اخر يعني كده تمام جدا. يمكن جربنا الابديت وعملنا تيست بشكل كويس جدا، وحكايه الفونز في الاريز هي ده جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.